اخر عمل فني ديالي هو الفيلم ديال فوزي بن سعيدي اللي هو وليلي اللي غادي يخرج قريبا في القاعات اللي خدا اللي حاز على جميع الجوائز ديال مدينه ديال مهرجان طنجه هذا العام. وفيلم كذلك فرنسي سميتو بروندغ لو لارج اللي خرج هذه السنه في فرنسا مع غايل موريل. لا هذا رمضان ما عندي حتى شي عمل.